أخواتي، كما تعلمون نحن في ظلال أحداث عاشوراء وما مر على المسلمين في المحرم والعاشر بالضبط من هذا الشهر في تاريخ الأمة من أحداث أدمت قلوبنا وأدمعت عيوننا وفرقت شملنا، ولا بد حقيقة في هذه المناسبة أن نقف وقفات نبين فيها ما يجب علينا كأمة تجاه هذا الحدث، وبنفس الوقت كيف نحفظ إيماننا وديننا من خلال طرقنا لهذا الموضوع. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ التعبير القرآني، لم يستخدم إذا جاءكم فاسق، والفرق بين إذا وإن كبير. كلاهما يتكلم عن المستقبل، ولكن عندما يكون المستقبل مؤكد الوقوع أو غالب الظن واقع نستخدم إذا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لم يقل فإن قضيت الصلاة، لكن لما الأصل أن لا يكون أو نسبة الوقوع قليلة، الأصل أن لا يكون أو نسبة الوقوع قليلة أو ضئيلة، يأتي بإن للتشكيك في النتائج. إن جاء فاسق، الأصل في الأمة أن لا يكون فساق، لكن ممكن ممكن. ماذا يجب علي أن أفعل؟ قال: فتبينوا. يعني واجب عليك يا مسلم، نقطة، عندما تصلك معلومة إذا كان من يوصلها إليك ليس من الأتقياء الصلحاء الذين يوثق بهم دينا وعلما، لا تأخذ هذا الكلام على محمل أنه حقيقة ولابد أن نتثبت. والآن في هذا الزمان التثبت ليس أمرا صعبا ولا مستحيلا. عدم التثبت كان في السابق نتيجة البعد بين الناس وعدم وجود وسائل التواصل. اليوم ما في عذر، لذلك لا يعذر اليوم واحد يقول قال وقال وقيل وفي ذمتي وانا، لا يجوز. معظم مشاكل الأمة في التاريخ الإسلامي بسبب هذا الأمر، نقل الكلام. الآن في موضوع كربلاء وموضوع الفتنة التي حدثت بين الصحابة، السفراء يتحملون نسبة كبيرة من نتائج الأحداث. وعندما أقول السفير، ومن يحمل رسالة مني لفلان، ما في زمان الإنترنت أو وصول مسج من مكة هذا مسكين، لا، شخص يذهب، هذا الشخص غالبا ما يأتي بالموضوع بحسب فهمه هو، أو إذا كان مغرضا فإنه يغير ويبدل حتى يملأ قلب الملتقي أو المتلقي على المرسل. والفتنة تحتاج إلى فقط شرارة، خاصة إذا كان الغضب سيد الموقف. لذلك الحديث النبوي الشريف الذي يخبر النبي الكريم به الناس وكأنه يستشرف المستقبل، يقول: نضر الله امرئا، صلوا على رسول الله صلوا عليه وسلم تسليما، نضر الله امرئا، نضر من النضرة، والنضرة هي الإشعاع في الوجه، النور في الوجه، كأنه يدعو الله أن يأتي النور على وجه رجل أو امرأة، سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، تبلغ الحديث كما سمعت، لا تزيد ولا تنقص. إذا كان في الماضي لا تجعله في المضارع، إذا كان بالإفراد لا تجعله بالجمع،
إذا كان بصيغة الأمر فليبقى كما هو، لا تبديل ولا تصحيف ولا تحريف ولا تصريف في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تفهم أنت كما قال به فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني هذا دليل أنه ممكن يأتي من التابعين أو تابعي التابعين أو ما قل ما شئت من هو أولى بالعلم أو أكثر علما بحديث رسول الله من الصحابي. ليس كل الصحابة على مستوى واحد من العلم في إيمانهم ولا في علمهم، فهم درجات وهذا موضوع مفروغ منه. إذن نبلغ كما سمعنا. حتى ما فهمت قل أنا لا أفهم، ما فهمت أبلغ. قد يأتي شخص يفتح الله عليه فيعلم ما لم تكن أنت قد علمت من نفس النص أو من النص نفسه. إذا الفتنة التي حدثت بين المسلمين، شخصيا أنا أقول يتحمل وزر ما حدث السفراء. السفراء يعني من يحمل الرسالة ويبلغ. هذا واحد. أنا كمسلم أعيش في هذه الأيام، كيف لي أن أتعلم من هذه الحادثة لأحصن نفسي كمسلم وبنفس الوقت لا أقع في المشكلة مرة أخرى؟ أولا انتبهوا معي الله يجزيكم خير. أولا عندما تتكلم عن قضية حدثت قبل مئات السنين، أنا أتكلم الآن عن معاوية وعلي رضوان الله عليهما، سآتي إلى كربلاء وعثمان أيضا رضي الله عنه. هذه فتنة حدثت قبل حوالي 1400 سنة، 1400 عام بالضبط، تزيد تنقص. يعني أنا لا أرى ولم أسمع. نقل لنا في الكتب، ومن قال لك أن كل ما كتب في الكتب 100% صحيح؟ أنا أقول لك السياسة تلعب دورا كبيرا في التاريخ، والأمة المنتصرة هي من تكتب التاريخ دائما. الأمة المنتصرة أو الشخص الغالب على أمره يغير ويبدل. أنا أعطيك مثال، قبل فترة خطبت خطبة هنا، ثم بعد ما ذهبت البيت سمعت لقيت اتصال هاتفي، يا شيخ زوجتي قالت أنك قلت في الخطبة كذا وكذا. قلت والله ما قلت. قالت زوجتي قالت والله ما قلت والخطبة مسجلة. أنا قلت العكس تماما، ما قلته كان العكس تماما. يعني الناس أحيانا تفهم بحسب إدراكها أو بحسب الوهلة التي سمعت مني ما قلت، كانت تسرح، كانت تتكلم مع جارتها وكثير ما يتكلم لك الخطبة، فالتقطت ما فهمت. أو أحيانا هوى النفس يجير ويحور الكلام بما يتلاءم مع النفس، وبقول ما هو قال الشيخ، ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالما. قال فلان، قلت والله ما قلت. إذا هذا يحدث بعد ساعة، ساعة الحدث تغيرت الرواية، ما بالك بألف وثلاثمائة وخمسين سنة أو يزيد أو ينقص. هذا واحد. اثنين، قرأنا في الشعر العربي أن بعض الشعراء كانوا شعراء إلحاد، لأنهم تكلموا كلاما في الشعر فسر على أنه كفر وإلحاد، وبدأ الناس يكتبون عنهم وخلاص وصفوا بهذا كافر ملحد أو ما شابه. نحن كأمة مسلمة نوحد الله، لا يجوز، لا يجوز أن نحاكم إنسان مات قبل مئات السنين على شيء كتب أو نصب إليه لسببين. أولا أنا لا أعلم يقينا أنه قال أو كتب أو كتب عنه، يقينا لا أعلم، ممكن 90%، هذا لا يكفي. هذا واحد. سأسلم أنه قال أو كتب. أنا ما يدريني أنه بعد ذلك قد استخطأ نفسه ثم تاب وتاب الله عليه، ما يدريني. يعني الرجل تاب قبل 1300 ولا 1000 سنة وقبلت توبته، وهذا احتمال وارد، الله عز وجل رحمن، وقبلت توبته وغفر له، وأنت الآن ما زلت في 2014 تقول عنه كافر وملحد،
بأي وجه ستلقاه يوم القيامة؟ من أنت؟ ممكن ولا مش ممكن؟ تابع. إذا هذه قضية الآن يلعب بها إعلاميا وتستثمر إعلاميا لتحقق منها مآرب سياسية وتفريق الناس، وتعرف الناس اليوم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل ما شاء الله. فأنا أستطيع أن أحرك رأي عام كامل بمسج على التليفونات. فكونوا حذرين، احنا في عندنا عقيدة وإيمان، في عندنا إيمان. والآية اللي بتقول في القرآن في سورة الحجرات، في سورة الحجر بيقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا واجب وواجب. نقول يا رب اغفر لي واغفر لكل من سبقني بالإيمان. هذا واجب تجاه من سبقنا بالإيمان. أخطأ لم يخطئ أمره إلى ربه. النقطة الأهم كربلاء، قطعا كمسلم نقطة، وسأشرح لكم ما معنى نقطة في نهاية الخطبة. نحن نرفض القتل من أي كان ضد أي كان، سواء من قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو من قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو من قتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، أو من قتل الحسن والحسين، أو من يقتل رضي الله عنهما، أو من يقتل الآن فلان وفلان وعلان. كل هؤلاء أعداؤنا. القتل مرفوض وليس له تشريع في أي دين، لا أرض ولا سماء. ونحن هذا مفروض في القرآن، قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكمان من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه فكأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا مفروض، القتل مرفوض. طيب إذا كان القتل مرفوض بشكل عام، ما بالك بمن يجرؤ ويقتل حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكرى كربلاء؟ يقتل الحسن والحسين وأولادهما ونسائهما قتلا شنيعا بحسب ما وردنا في التاريخ إن صدقت الروايات. القتل حدث، أما التفاصيل، لكن أيا كان الذي فعله ملعون إلى يوم القيامة. والإخوة من المسلمين، فريق من المسلمين، من يظن أننا نفرح ونبتهج في ذكرى كربلاء فهو مغبون. ما في مسلم موحد على وجه هذه الأرض يفرح لقتل حيوان، أجلكم الله، حيوان لو قتل في الشارع أنت تشعر به تأنيب الضمير. ما بالك عندما نتهم أو تتهم أمة كبيرة أننا نبتهج ونفرح بمقتل الحسن؟ حاشا وكلا، ما في مسلم على وجه الأرض يفرح بهذا. بالعكس، طامة من الطامات كانت كربلاء، ولعن الله من فعلها ومن أيدهم. هذا موضوع إلى الله عز وجل. لكن أنا كمسلم اليوم، نقطة، بدون أي تسميات وتصنيفات أخرى، لا بد أن أحفظ إيماني ولا أسف ولا أشتم ولا أتهم أيا كان. كلهم أمام الله عز وجل، يراهم الله وسيحاسبهم رب العالمين. أما أن أصنف وأفرق الناس اليوم، هذا يمين وهذا يسار، هذا شمال وهذا جنوب، هذا مسلم وهذا، إيانا أن نقع في هذا الفخ. الله عز وجل قال في القرآن: هو سماكم المسلمين من قبل. أنا أؤمن كعبد اللطيف، ما يجوز لنا أن نقول عن أنفسنا سوى مسلمين، لا لأي عنوان آخر، ما في داعي. لأننا إن فعلنا هذا سددنا الطرق أمام من يريد أن يفتت ويفرق هذه الأمة. مسلم بدون أي إضافات. ورد عن الإمام معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما كان مختلفا مع علي بن أبي طالب، ورد في التاريخ أن أحد ملوك الروم أرسل له رسالة
قال يا معاوية في الرسالة: يا أمير المؤمنين معاوية، علمت أن عليا قد خاصمك ورفض ما تريد، فإن شئت أرسلت لك جيشا يأتيك برأسه بين يديك. ماذا كان رد معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ قال من معاوية إلى فلان، وصفه بوصف لا يليق أن أذكره على الخطبة على المنبر. قال كذلك: أخوان تشاجرا، ليس لك أن تضع نفسك بينهما، ووالله إن لم تقف لأرسلن لك جيشا يأتي برأسك أقدمه يعني. في سورة الحجرات يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين، أقول في من المؤمنين قد ماذا؟ قد يقتتل طائفة، تقتتل سماهم مؤمنين، يعني اقتتال مؤمن معمول أو اختلاف مؤمن معمول لا ينفي عن صفة الإيمان. واحد ظالم واحد مظلوم، نعم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، في ظالم وفي مظلوم. وأنا بقول الآن كإنسان، إن صدقت الروايات التي في الكتب عما حدث لابنة علي ومعاوية رضي الله عنهما، أنا مع علي، أنا شخصيا أقف مع علي أبي طالب، هو على حق فيما أرى، لكن هذا لا يعني أنني أسب وأشتم وأكفر معاوية ومن وقف مع معاوية. من أنا حتى أفعل هذا؟ من أنا؟ طيب يا شيخ، ممكن يقول ممكن ومش ممكن، لو 1% في نسبة خطأ لن. لماذا؟ لأني أقول لمن يرسل المسجات والرسائل والبرامج التلفزيونية: لا تظن أن كل من تأخذ عنهم في الإعلام والرسائل والمساجد أو هؤلاء الذين ينشرون الفتن سيقفون معك يوم لقائك مع الله، لن ترى أبدا في ذلك الموقف، أنت والله وحدكما، وكل أو كلكم آتيه يوم القيامة فردا، ما حيدافع عنك حد، اللي أنت الآن عم تتشدق وبتتكلم وبتدافع وبتهاجم، وقال فلان وقال فلان، والله لن تراه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في القرآن: أين شركاؤكم؟ ربنا بيسألهم: وين شركاؤكم اللي كانوا يضلوكم واللي كانوا يقولولكم واللي كانوا واللي كانوا؟ بسوريا يطلع: وين فلان؟ وين جورج؟ وين أحمد؟ وين هذا فلان؟ وين فرعون؟ وين هامان؟ وين أبو لهب؟ هل تظن أن هذه الأسماء ستظهر نفسها يوم الحشر ويوم العرض ويوم الحساب؟ حيتخضوا فضيحة. والواحد بحب يلاقي مسؤوله في هو غلطان، ما بحب يتهرب. وربنا ذكر هذا بالضبط، بسوريا دوره بيقولوا: يا رب، قالوا قد ضلوا عنا، مش لقيمهم، هيك حيصير. ذلك انت كمسلم لابد ان الحق واحد، نعم، لكن انا لا اعلم هذا الحق نسبته مع هذا كم ونسبته مع ذلك كم، لا اعلم، خاصه ان هذا الامر قد حدث منذ سنين، مئات السنوات. لكن لو صدقت الروايه كما قلت، نقف مع الامام علي بن ابي طالب قولا واحدا، حجته أقوى وكان موقفه أقوى، لكن الآخرين بغوا، إذا كان كما قال بغت ظلمت، لكن لا أخرج من الملة ولا أكفر ولا أشتم ولا أسب، أنا سأحفظ ديني، سأحفظ لساني. وكما قال من قال في نهاية طبعا العواصم والقواصم، يعني ما يحميك من قاصمات الحديث والخوض في تلك الفتنة فيذهب بدينك وإيمانك، يختم بقوله: يا إخوة، هذه فتنة سلم الله منها أيديكم فلا تدخلوا فيها ألسنتكم، ما شاركنا فيها بأيدينا فلا تشارك فيها بلسانك، واحفظ إيمانك واتق الله عز وجل فيما تقول في لسانك، وتذكر قول الله عز وجل واصفا إيانا بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال عنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، فعل مضارع دليل الاستمرارية، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
الناس اليوم من يدعي أنه داعية أو شيخ أو وما شابه غل وحقد وضغينة على فئة من المسلمين وفئة من الصحابة وهو لا يدري أنه يخالف القرآن الكريم وأنه لا يحفظ دينه ولا إيمانه. هذا واجبي الآن، أدعو لإخواني، أدعو لكل الناس بالمغفرة وأن لا يبقى في قلبي لا حقد ولا ضغينة ولا كيد ولا غيظ على مؤمن. وباب التوبة لم يغلق ولم يغلق، مفتوح إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن في ذكرى كربلاء لا شك أنها ذكرى حزينة، وأنا أقولها وهذا هذه خطبة مسجلة وستبث. من كان يظن من إخواننا المسلمين أننا نفرح في كربلاء وفي عاشوراء فهو مخطئ، ونحن نلعن كما يلعن قاتل الحسن والحسين وكمان قاتل عمر وقاتل علي وقاتل عثمان، كلهم ملعونون، كلهم مجرمون. هذه ليست فقط، هذه جريمة. ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة حسن والحسين، هذه جريمة نكراء. من يظن أن نفرح أبدا، أنا ما شفت مسلم، أنا ما شفت مسلم في الشرق ولا في الغرب يفرح في ذكرى كربلاء، أنا ما شفت، لم أرى ولم أسمع ولم أقرأ ولم يكتب على الإنسان أن يفرح، في حين أن البعض يفرح ويحتفل ويوزع حلوى في ذكرى قتل عمر، غفر الله له. نسأل الله لهم الهداية. لذلك هذا معي وقت أفسر لكم أو أشرح لكم الفرق بين التشيع والحب. أما الحب فأن تحمل عاطفة في قلبك لشخص، أنا أحب أبي وأحب أمي وأحب نبيي وأحب ربي، هذا أحمل عاطفة في قلبي. وعلى فكرة هذا الحب أحيانا يكون تدين، يعني أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا تدينا، يعني يجب أن تحبه وهو يحب أصلا حتى لو لم تره. أحب أبو بكر، أحب عمر، أحب عثمان، أحب علي، أحب صحابة النبي. هذا الحب يختلف عن التشيع. الحب أحبك ولا أكره غيرك. أما التشيع، تشيع لفلان، قال أن تحب فلان وأن تكره الآخرين، هذا ليس حبا، هذا ليس حبا. لماذا أكره الآخرين؟ نحن مسلمون نقطة. وأنا هذا زعم أقول، يمكن أكون من أوائل من بدأ بهذه الطريقة وخاصة في الغرب هنا، لا يجوز لنا أن نضع بعد كلمة مسلم أي تصنيف وعنوان آخر. مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وبهذا نغلق الأبواب والشبابيك والنوافذ التي منها يدخل إلينا غيرنا ويفرق جمع هذه الأمة. ما دينك؟ مسلم. بين وبين أخوي خلاف، بضل مسلمين، يحل بطرقه الخاصة، لأن الإعلام اليوم والسياسة تلعب على هذا. ولا شك ما يحدث الآن في بلاد العرب في الشرق الأوسط هو نتيجة من نتائج التصنيفات التي صنفنا للأسف الشديد بها: مسلم ألف، مسلم باء، مسلم جيم، مسلم دال، صرنا شرذمة وأكلنا يوم أكل ثورنا الأبيض. أسأل الله لنا ولكم في هذه الساعة المباركة الرحمة، وأن يجمعنا الله عز وجل مع الحسن والحسين ومع أبيهما رضوان الله عليهم ومع أبي بكر وعمر وعثمان بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا في سورة النساء قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما النبيون فمحمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين فأبي بكر كأبي بكر وغيره طبعا، والشهداء كعلي وعمر وعثمان، والصالحين والحسن والحسين، والصالحين كبقية أمة محمد التي وصفت بالصلاح: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم آمين آمين.
والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا وادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات، لا شك أن العلم نور. العلم، إن العلم نور، وكلما ازددت علما ازداد نور قلبك ونور وجهك ونور إيمانك. وهذا ما قاله الله عز وجل في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة طبعا لا، لا يستوي، لا يستوي. وأيضا قال الله: وقل رب زدني علما. زيدوا علمكم بالتقوى. كيف؟ اقرأ هذه الآية معي في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما ازدادت التقوى، الله عز وجل يفتح لك منافذ العلم وفرص العلم، ويهيئ لك من يعلمك، شئت أم أبيت. ثم بهذا إن شاء الله يتحقق لك الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم العلم، حتى إن شاء الله نحفظ هذا الدين ونحفظ هذه العقيدة ونلقى الله عز وجل بقلب سليم. لابد أن نتسامى ونتعالى على التاريخ الذي قد يكون زيد فيه، وأنا أنا متيقن التاريخ كتب في فترات كان يسيطر عليها من كان غالب على أمره، في تحريف، لقد خطبة بعد ساعة حرفت الخطبة وقيل على لسانه ما لم أقل، ما بلغ بسنوات. من التاريخ ليس مصدر المصادر، الدين مصادر الدين من قول الله عز وجل وقول رسوله. وأنا أحذر حقيقة من هؤلاء الذين يقتنصون الفرص في مثل هذه المناسبات وينشرون أحداثا أو روايات كتب التاريخ ليس لها لا مصادر في كتب الحديث ولا محققين ولا روايات مش موثوقة، ثم ينشرها لكم على هواتفكم ويبدأوا يخلخلوا عقيدتكم. كونوا حذرين مباشرة، إذا وصلت شيء أرسله لإمامك، قل له: يا إمام، تأكد من هذا الكلام وأعطيني المصدر، أين موجود، صحيح ولا غير صحيح، حتى إن شاء الله. لأنه أحيانا كما قلنا في خطبة سورة الناس، هذه من الذين يبثون السم في الدسم كما يقال، أو يضعون يبثك فكرة معينة حتى يجرح إيمانك في الصحابة الأكابر. يا إخوة، نحن لا يمكن أن نصل حد أقل واحد من صحابة رسول الله في التضحية، ما قدموه للإسلام لا يوزن. فكيف يأتي شخص ليس له قيمة في الدنيا الآن يسب ويشتم كبار وحضرات الأكابر من صحابة؟ كيف أنهم يستثمرون هذا الحدث حتى يشوشوا في ذهنك وفي رأسك صورة هؤلاء الأكابر في قلبنا وفي عقيدتنا؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك فرض عنا، اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا داعي إليك بإخلاص إلا أجبته، يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.